نجبر المدارس الخاصة، خلنا نجبر روحنا بمدارس الحكومية. فوق 3000 معلم ومعلمة أجنبي موجودين في وزارة التربية والتعليم. وزير العمل ما قصر، آخر اجتماع ويا لجنة البحرنة أعطونا الإحصائية الجديدة عن العاطلين اللي هو نهاية ديسمبر 8639 جامعي وجامعية عاطلين عن العمل بمعدل 154 تخصص جامعي، وكل البحرين ما فيها 154 تخصص جامعي عاطلين على العمل موجودين، وفوق 8000 عاطل جامعي في البحرين. واحنا ياسين نقول ليه الحين 3000 فوق 3000 وزارة التربية والتعليم معلمين. معالي الرئيس، من التخصصات الجامعية العاطلين عن العمل التخصصات التربوية والتعليمية، كم العاطلين؟ 1444. هاي وين بيشغلونها؟ التخصصات العلمية 202. اني حق العاطلين تفصيلهم معالي الرئيس 7206 إناث و 1433 ذكور. احنا في البحرين الله يسلمك توج انت معالي الرئيس بداية الجلسة هنأتي بيوم المرأة، ونبي منكم جهد، ونبي من المجلس الأعلى بعد جهد في موضوع الإسراع في توظيف العاطلات فوق 7000، يعني بمعدل تقريبا فوق 80% عاطلات عن العمل في البحرين. معالي الرئيس، أنا حبيت أشكر وإحنا زرنا وياكم مدرسة البيان واستقبلتنا الشيخة مي العتيبي، وشفتوا أول ما وصلنا افتخرت بالبحرينيات اللي موجودين عندها هناك، وقالت هذه عيوني وهذه مستقبلي. واحنا نتمنى من وزارات الدولة الاقتداء، مو بعد المدارس الخاصة، الاقتداء بنفس المنهج. اليوم احنا يوم سوينا لجنة البحرنة الوظائف للافتخار بعيالنا بابنائنا البحرينيين، مو بس حق معالجة العطالة، احنا نفتخر بالبحريني لما يعمل ويجتهد. معالي الرئيس، اتوقع الموضوع واضح والارقام واضحة، ونتمنى يكون معالجة سريعة. شكرا معالي الرئيس.